السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين. نفس الميعاد الأسبوع بيتجدد كل يوم اثنين الساعة 10:30 مساء في إحدى حلقات برنامجكم فرحة عمرنا، البرنامج الذي يتناول مشكلة تأخر الإنجاب من حيث الجديد في التشخيص والجديد في أساليب العلاج. معكم الدكتور هشام الشاعر، أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، في نفس الميعاد الأسبوعي في انتظار اتصالاتكم للرد على أسئلتكم وتقديم المشورة لحضراتكم من أجل تحقيق الهدف والغاية، وهو ده قمة منايا، قمة منايا كلنا. يا رب يا رب كلنا نشوف فرحة عمرنا. قبل ما ترد إلينا اتصالاتكم الكريمة، في رسائل جاتنا من العراق، هننتهز الفرصة ونرد عليها. زوجتي حامل في 33 أسبوع وعندها سكر والمية زيادة، فبماذا تنصح؟ جزاكم الله خيرا. عمر العيسوي، أخ عمر، أخ عيسوي، أهلا بيك وأهلا بأهل العراق كلهم. الحمل في 33 أسبوع هو في حد ذاته واحد من أسباب ارتفاع نسبة السكر، لأن هرمونات معينة بتفرز أثناء الحمل بتؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، وارتفاع نسبة السكر هي اللي بدورها اللي بتؤدي إلى زيادة كمية المية السائل الأمنيوسي بالعربي لفظ كده حوالين الجنين. بماذا تنصح؟ ننصح بتنظيم السكر، ولو لجأنا إلى الإنسولين فده شيء هام جدا في هذه الفترة. لماذا؟ حتى نتحاشى مشاكل السكر في النصف الثاني من الحمل، اللي هو أهمهم نمرة واحد زيادة في وزن هذا الجنين، ولما يكون في زيادة في وزن الجنين يبقى ده بيكون في مشكلة أثناء الولادة الطبيعية، فعشان كده أنا أنصح بتظبيط نسبة السكر. المية بقى زيادة قد إيه؟ المية كميتها قد إيه؟ طبعا أنا مش الحالة مش قدامي، مش أقدر أقيم على كمية المية، فاللي أنا أقدر أنصح به هو تظبيط نسبة السكر، لأن هو ده العامل الأساسي في زيادة المية. السلام عليكم، عملت عملية رفع حاجز رحمي بالمنظار وأخذت علاج ستيروفيم 2 والبوس سايكولوجيست لمدة 3 شهور، هل هذا هو العلاج المناسب؟ هو دي الاستيروفيم ده اللي هو بديل الأقراص البيضاء للدواء اللي انتوا عارفينه اللي احنا دايما بنقول عليه العجلة، العجلة ده اللي هو الأقراص نص أبيض نص بني، واتفقنا ان الدواء ده الشريط ككل بيعمل دورة صناعي، لكن الأقراص البيضاء اللي فيه مفيدة، الأقراص البيضاء اللي فيه مفيدة، لأن احنا ساعات بنديها سواء أثناء المنشطات أو أثناء علاج حتى الحقن المجهري لزيادة سمك بطانة الرحم، وكلما زاد سمك بطانة الرحم كل ما كان فرص الحمل فيها أعلى. فالعلاج ده بتسألينا علاج مناسب ولا لأ؟ علاج مناسب لمدة 3 شهور، وبإذن الله بإذن الله بعد 3 شهور بإذن الله فرصة الحمل عالية جدا، وخصوصا بعد إجراء هذه العملية البسيطة بالمنظار لرفع هذا الحاجز. دكتور، ما هي أسباب الالتهابات المهبلية في أيام التبويض، وهل يحصل في وقتها حمل؟ والله ده سؤال حلو جدا. دلوقتي يا جماعة في نقطة مهمة جدا، كل واحدة عندها إفرازات تقول أنا عندي التهابات، كل واحدة عندها إفرازات تقول أنا عندي التهابات، كأني الست مش من المفترض أن ينزل منها إفراز، وعشان كده بنقول مش كل إفراز معناه التهابات، بالعكس ده الإفرازات اللي بتحصل في وقت التبويض دي علامة كويسة جدا على أن التبويض كويس، وإحنا حتى بندرس الطلبة كده في الكلية أن من ضمن أعراض التبويض مجموعة من العلامات، من ضمنها زيادة الإفرازات عاملة زي الزلال، إفرازات شفافة، حتى إحنا بنقول عليها لفظ، ومش إحنا اللي بنقول يعني، الناس الكبار هم اللي علمونا كده، أن بيتقال عليها لفظ كده بإنجليزي اسمه كاسكيد. كاسكيد يعني إيه؟ يعني شلال، يعني كمية الإفرازات اللي بتحصل أثناء التبويض بتبقى كتيرة لدرجة يبقى اسمها شلال. بس هذه الإفرازات ما فيهاش الثلاث صفات اللي احنا قلنا عليهم، اللي هم نمرة واحد ليها لون مختلف عن الأبيض أو الأصفر أو الشفاف، زي ما قلنا الأبيض أو الشفاف نمرة واحد، نمرة اتنين ما بيكونش معاها حكة أو هرش، نمرة تلاتة ما يكونش معاها ريحة نفاذة. لو الإفراز في ريحة نفاذة أو لون تاني غير اللون الأبيض أو الشفاف أو معاها حكة يبقى ده دليل على وجود التهابات، غير كده يبقى ما فيش أي نوع من التهابات، لأن في ناس كتير معتقدة إن هم عندهم التهابات وهم في حقيقة الأمر ما عندهمش التهابات. طيب ناخد منى اتصال معانا. مدام منى، السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا بيك يا منى. أهلا بحضرتك يا دكتور، لو سمحت يا دكتور أنا كنت حامل من حقن مجهري. تمام. في جنين واحد. الأسبوع 31 وخمس أيام الحركة توقفت تماما، واستعملت ماسك. الدكتور قال لي مفيش دم تماما وصل للجنين. معلش انت قلت لي حامل في حقن مجهري جنين واحد، وحصل ايه بعد كده؟ في الاسبوع 31 وخمس ايام الحركه توقفت.
31 حالة الجنين توقفت تماما مرة واحدة؟ ايوه مرة واحدة، قعدت يومين متوقفة، لقيت رحت عملت صدمة، الدكتور قال لي مفيش دم واصل للجنين وحصلت لي ولادة قيصرية. يعني كان لسه عايش بس بيقول الدم اللي واصل للجنين قليل. ايوه ولدت جنين وزنه كيلو جرام، كيلو طبعا جرام. طبعا كانت صعبة جدا والحمد لله ربنا كرمني بيه، وقعد 50 يوم في الحضانة وربنا كرمني يعني. فانا عاوز اعرف هل في الحمل الثاني هيحصل نفس المشاكل دهيت ولا لا؟ وبعدين الدكتور استأصل لي ورم ليفي من على جدار الرحم في الولاده. تمام، فانا عاوز اعرف ده هيحصل ثاني ولا لا يا دكتور؟ طيب سؤال يا منى، انت كنت بتتابعي اثناء الحمل بتقيسي تحليل السكر صايم مفاطر او عشوائي حتى؟ انا كنت السكر كويس، بس هو كان في ارتفاع في ضغط الدم وكنت باخد الدومات، واخر 3 ايام الدكتور كتب لي على كونكور. تمام، بس وبعديها على طول انا كنت عامله سونار قبلها باسبوع، الجنين كان كويس جدا وكميه الدم كويسه والميه كويسه وحركته كانت كويسه وطبيعيه. تمام، هو في الثلاث ايام الاخرانيين لما توقفت الحركه ده كله حصل يا دكتور. حاضر يا منى، هرد عليكي. حاضر. طيب قبل ما ناخد ام عمر دلوقتي هنرد على مدام منى بسرعه كده. ايوه يا منى، انت معرضه ان يحصل الكلام ده في الحمل اللي جاي، لان ارتفاع الضغط اثناء حمل بيبقى سبب او عرضه لارتفاع الحمل في ارتفاع الضغط في الحمل اللي بعديه. دلوقتي اللي حصل ان كميه الدم اللي وصل الجنين قليله، واضح ان انت كنت 31 اسبوع والجنين وزنه كيلو، ده نقص شديد في وزن الجنين، حاجه في الطب كده بنسميها اي او جي ار. المهم هذا النقص في وزن الجنين بالإضافة إلى ارتفاع الضغط يفسر أن أنت عندك مشكلة أثناء الحمل، هي خروج أجسام مضادة، نوع من أنواع الأجسام المضادة، لأن كلمة أجسام مضادة دي كلمة عامة فيها حاجات كتير جدا، أنواع كتير جدا. فمعنى كده أن أنت عندك نوع من أنواع الأجسام المضادة، هو ده اللي بيخلي كمية الدم اللي بتمشي في المشيمة قليلة، وبالتالي كمية الدم اللي وصل الجنين قليلة. وعشان كده كان من الأولى أن الدكتور اللي متابع معاك يكتشف هذه الحكاية بدري، وكان من الاولى انك تمشي على الادويه المسيله للدم، واكيد انت لو متابعه البرنامج بتاعنا هتعرفي اسمها ايه. ما كانش ده هيحصل، وعشان كده لما يحصل الحمل اللي جاي لازم تاخدي الحقن دي من اول الحمل، وما توقفهاش ابدا الا ما نوصل للشهر الثامن. لما نوصل لوزن كويس نقدر نضمن بعد كده، والضامن هو الله انه لما يتولد يبقى صحته كويسه وما يخشش الحضانه. طيب ناخد اتصال ام عمر. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام يا ام عمر. إيه انا حضرتك عندي ما عنديش انتظام في الدوره، يعني الدوره عندي مش منتظمه. بتقدم ولا بتاخر يا ام عمر؟ لا حضرتك بتاخر. بتاخر كام يوم يا ام؟ ممكن تجيلي بعد شهر ونص، تجيلي بعد شهرين. تبعت دكتور قال لازم تخسي يعني. تمام، فنزلت 8 كيلو بقيت 80 كيلو، كنت 88 يعني. تمام، ونزلت يعني شهرين منتظمه ولسه لحد دلوقتي ما جاتليش، يعني المفروض اتاخرت عندي دلوقتي 6 ايام. تمام، فهي دلوقتي مش منتظمه معايا رغم ان انا خسيت وماشيه مع ريجيم وكده، بس نزلت يعني ولسه لحد دلوقتي ما مش منتظمه معايا يعني. انت والده عمر طبيعي ولا قيصريه؟ لا حضرتك والده قيصري. من امتى يا ام عمر؟ بقاله سنتين. بقاله سنتين. حاضر، هرد عليك يا ام عمر. تاخر الدوره للفتره ديت يا ام عمر ده بالإضافة إن أنت لما خسيتي يعني الدورة أو نسبة التأخر اللي فيها قلت شوية، ده بيرجح وجود تكيس على المبايض، فعشان كده مطلوب منك إنك تستمري في إنقاص الوزن زي ما طلب منك الدكتور، ومطلوب منك إنك تعملي تحليل هرمونات بتتعمل تاني أو تالت أو رابع يوم من بداية نزول الدورة، ولو أنت متابعة حلقات برنامجنا كنت هتعرفي إيه هي. ومطلوب طالما عملتي قيصرية يبقى دي عملية فتح بطن، يبقى في احتمال لوجود التصاقات، يبقى مطلوب إنك نعمل أشعة بالصبغة. يبقى ان شاء الله باذن الله مطلوب منك الحاجات ديت، الاشعه بالصبغه، تحليل هرمونات، وتخسي وتكلميني لما تطلع نتيجه الحاجات دي، وساعتها نقدر نقول لك ممكن يحصل ايه يا ام عمر. معانا اتصال مدام امل. السلام عليكم. عليكم السلام مدام امل. ازيك يا دكتور؟ ازيك؟ إيه انا حضرتك كان حصل لي حمل 3 مرات وحصل اجهاض يعني. في الشهور الكام يا في الشهور؟ حصل اجهاض 3 مرات. في الشهر كام يا مدام امل؟ إيه كان في الشهر الاول والثاني كده. في الشهر ايه؟ الاول والثاني. تمام. فعملت تحاليل وكده وطلع عندي اجسام مضاده، وطلع عندي اجسام مضاده ضد ايه؟ اجسام مضاده ضد ايه؟ مش عارفه، انا الدكتور قال لي في اجسام مضاده واداني علاج ليها. علاج عباره عن ايه طيب؟ كان مديني حبوب منع حمل، وكان مديني حقن كده كمان، وكان فوليك اسيد وحاجات من دي. حقن اسمها ايه؟ اللي هي تقريبا دبوفيت. ايه؟ حقن دبوفيت. اه
دي حقن فيتامين دي. كان مع العلاج. ماشي. وبعدين الحمد لله يعني حصل لي حمل. كان اخر الدوره عندي كانت يوم 15/2. ايوه. وعملت تحليل رقمي يوم 19/3 فطلع 774. تمام كويس. وبعدين عدته تاني يوم 24 طلع 3000 وشويه. جميل جدا. فالدكتور كتب لي على حقن كليكسان كل يوم حقنه. جميل. وكتب لي على حقنه كده كمان اللي هي بتاعه الحقنه التفجيريه. تمام بس قديمه قوي المدرسه دي. تمام. فقال لي كتب لي حقنه كل اسبوع. فانا الحقنه دي خدتها مره وبعدين مكتوب في الروشته بتاعتها ان هي يعني ما تستخدمش اثناء الحمل. تمام. فانا قلقانه منها يعني اخدها ولا ما. عشان كده بقول لك المدرسه دي قديمه. تمام يا امل حاضر هرد عليك. معلش انا هرد عليك بسرعه يا مؤمل. طبعا حقن الكليكسان اللي انت بتاخديها دي حقن كويسه بس هل يا ترى دي الجرعه المناسبه ولا مش مناسبه؟ مدام امل معانا. ايوه. طيب ست الكل مفيش مشكله من حقنه الكليكسان انك تاخديها تمام بس احنا مش عارفين الجرعه المناسبه ليكي ايه لان هي ليها اربع جرعات موجوده احنا مش عارفين. هو مديني واحده بس في الاسبوع. كليكسان واحده في الاسبوع؟ لا الكليكسان كل يوم. كل يوم. تمام. الكليكسان 20. تمام. يعني كل يوم حقنه لكن الحقنه التفجيريه ديت مديني حقنه واحده بس في الاسبوع. ايوه من خلاص هرد على حضرتك. حاضر. طيب حضرتك في حاجه ثانيه كمان كان قال لي في تحليل الغده. ايوه. عامل تحليل الغده وكده عشان لو طلع فيها مشكله هناخد لها علاج. تمام. برضو الكلام مظبوط ولا؟ هرد عليك. حاضر. طب. هرد عليك. طيب نرد بسرعه على بس مدام امل دلوقتي الحمد لله ارتفاع نسبه هرمون الحمل دي كويسه جدا وان شاء الله تنذر بوجود حمل كويس لكن نظرا لحدوث اجهاض ثلاث مرات قبل كده فاحنا بنفترض الأسوأ بنفترض ان تكون عندك اجسام مضاده بتمنع وصول الدم للجنين وبالتالي بيحدث اجهاض وبيحدث اجهاض في الشهور الاولى وبيحدث اجهاض في الشهور الوسطى وممكن يحصل ولاده مبكره في الثلاث شهور الاخرانيين لان وجود هذه الاجسام المضاده بيؤدي الى حدوث اجهاض في الشهور الاولى الاجسام المضاده التي تمنع وصول الدم للجنين. ايوه باكد تاني باكد المعلومه ديت عشان في ساعات ناس بيسالوني هذه الاجسام المضاده بتمنع وصول الدم للجنين فواحده من الاسباب اللي بتعمل اجهاض في الثلاث شهور الاولى ليس سبب الاجهاض في الثلاث شهور الاولى هو ضعف البويضه فقط ولكن الاجسام المضاده مش كل انواع نوع معين من الاجسام المضاده هو معني بوصول الدم للجنين فعشان كده انت الدكتور عمل اداء كويس ان هو اداكي هذه الحقن هتستمري عليها بس الجرعه 20 اشك انها تكون جرعه مناسبه ليكي لان حصل اجهاض قبل كده ثلاث مرات فعشان كده احنا هنحتاج ان احنا ناخد جرعه اكبر قد ايه ده بناء على كميه الاجسام المضاده اللي عندك ودي بتبان بالتحليل. طيب دي حاجه اول حاجه، تاني حاجه انت محتاجه علاج اثناء الحمل تاني ولا لا؟ ده بناء على تحليلات اخرى المفروض تجرى اثناء الحمل عشان نفترض او نستبعد وجود اسباب مناعيه بتهاجم الحمل دوت وبالتالي الحمل ما بيكملش. وجايز ناخذ او جايز نلجا الى عقاقير مثل، اسمعوا الكلمه الغريبه دي، جايز نلجا الى عقاقير مثل الكورتيزون ولكن ليس ابر الكورتيزون، نكتفي بالاقراص. جايز نلجا الى عقاقير الكورتيزون اثناء فتره الحمل مفيش منها اي ضرر، باكد تاني ان الكورتيزون لو اتاخد اثناء فتره الحمل مفيش منها اي ضرر. يعني شوف انا اكدت على معلومتين دلوقتي عشان في ناس سالوني فيها. الاجسام المضاده ممكن تكون سبب للاجهاض في اول ثلاث شهور، ايوه ممكن الكورتيزون يتاخد اثناء الحمل بكل امان مفيش ادنى مشكله. الحقن اللي بتاخديها اللي هي حقن التفجيريه دي مدرسه قديمه ما بقيناش نستخدمها عشان الكلام اللي انت قلتيه وريتيه في النشره وعشان في طريقه افضل. هو اصلا الحقن دي بتتاخد ليه؟ عشان تحافظ على الهرمون المثبت للحمل اللي هو اسمه هرمون البروجستيرون، ده الاسم الكيميائي بتاعه، وده موجود في السوق بحقن وقراص والبوص. فعشان كده احنا بدل ما ندي حقنه بتتاخد كل اسبوع عشان تطلع الهرمون ده، طب ما احنا عندنا الهرمون ده جاهز في صوره قراص والبوص وحقن، فعشان كده بنلجا ليه. واكيد انت لو سمعت البرنامج بتاعنا هتعرف في ايه انواع الادويه اللي موجوده في السوق اللي فيها هذا الهرمون اللي جسمك محتاجه عشان يثبت الحمل ده ان شاء الله يا مدام امل. معلش طولنا على اتصال ام عمر تاني ولا ام محمد؟ طولنا على اتصال ام محمد. ام محمد زيت ومشيت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لسه ام معايا. الو معاك يا ام محمد اتفضلي. والله ايوه استاذنك يا ام محمد بس توطي صوت التلفزيون. ايوه انا بنتي متجوزه بقالها سنه و8 اشهر.
وعندها كم سنة؟ عندها 23 دلوقتي. تمام. هي عملت التحاليل اللي طلبت منها. ايوه. اللبن كان عالي، وصل لواحد واربعة من عشرة. واحد اربعة من عشرة ده عالي، ده مش عالي خالص. لا ما هو نزل. هو نزل كان 35. تمام. تمام. والال اتش 8.8 من عشرة. تمام. والاف سي اتش 10.6 من عشرة. والايه؟ الاف سي اتش. هم مين ال 8.8 من عشرة؟ ال ال اتش. ال ال اتش 8.8 من عشرة. تمام. والاف والاف اس اتش ده كام؟ 10.6 من عشرة. 10.6 من عشرة. تمام. والتي سي اتش. ايوه. 3.87 من عشرة. تمام. وعملت مخزون المبيض. ايوه. 1.10 من عشرة. تمام. تمام يا محمد. هي راحت للدكتورة قالت لها انت عندك تكيسات. ايوه. وادتها سيتوفاج. ايوه. ماشي عليه بقالها يجي شهرين او ثلاثه. هي الدوره بتجيلها في ميعادها ولا بتتاخر؟ بتتاخر شهر يعني، يومين او ثلاثه. يومين او او ثلاثه، ده مش تاخير خالص يا ام محمد، دي دوره منتظمه. طيب وبعدين؟ واديت لها ابرتين كده من اليوم اللي بعد الدوره على طول بكام يوم كده ابرتين، قالت لها عشان الهرمون ينزل او عشان التكيسات انا مش فاكراهم. تمام. بودره وبيتحللوا. تمام. ودلوقتي بتعمل متابعه تبويض. تمام. في اليوم ال 16 كانت البويضه 18. جميل. وقالت لها بعد يومين هنعمل تاني، هتكون باذن الله كبرت 20 21. تمام. ايه اللي حصل؟ لسه ما عملتهاش. تمام. عملت اشعه بالصبغه؟ لا لسه. عملت اشعه بالصبغه يا ابو محمد؟ يا ام لا لسه، بس انا ربنا يكرمك، انا عايزه اطمن بس. حاضر. ربنا يخليك يا رب. حاضر هرد عليك. ام محمد بنتي كويسه زي الفل، ما عندهاش اي تكيسات، تحليل هرموناتها كويسه جدا، بس الاف اس اتش عالي سنه 23 سنه، والاف اس اتش 10.6 من عشره، والام اتش 1.1 من عشره. احنا بنقول التبويض جيد جيد، لكن محتاجين ان احنا نراقبه كويس. مش متقبل في السن 23 سنه ان يكون الاف اس اتش عالي اعلى من 10، لكن متقبل ان مخزون المبيض يكون كويس اللي هو اكتر من واحد صحيح. طالما اكتر من واحد صحيح يبقى ده كويس. فعشان كده بنقول احنا لازم 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 ناخذ بعين الجديه والحرص فيما يخص هذا التبويض، بمعنى ان احنا مش عاوزين نطول في العلاجات كتير، مش عاوزين ناخد منشطات كتير، مش عاوزين ناخد منشطات كتير والوقت يعدي ونكتشف بعد كده ان المخزون ابتدى يقل، مش بسبب المنشطات، لا المنشطات ما بتخلصش المخزون، لكن بسبب ان التبويض اصلا او المخزون بتاع المبيض ده اصلا قليل شويه بالنسبه لمثيلاتها في سنها. فعشان كده الكلام اللي انا بقوله دوت معناته ايه؟ معناته ان احنا لازم نسرع في العلاج السليم. العلاج السليم اللي هو محتاجين نعمل اشعه بالصبغه، العلاج السليم اللي هو محتاجين نشوف تحليل الزوج يتعمل في مركز خصوبه عشان نتاكد ان هو فعلا كويس ولا لا. اذا كانت الاشعه بالصبغه كويسه، واذا كانت التحليل واذا كان تحليل الزوج كويس، فاه طبعا عندنا فتره من علاج تنشيط تبويض، لكن مش عاوزين نطول في الفتره ديت، بمعنى ان احنا مش عاوزين الوقت يضيع ونكتشف ان المخزون ابتدى يقل. طيب انت بتقولي حضرتك ان هي خدت حقنه او خدت حقنتين، وصلت البويضه ل 18 مللي، انا مستعجب جدا في اليوم ال 16، مستعجب جدا الدكتوره تلاقي هنستنى لحد ما توصل 20، هو بدايه من 18 فهو حجم طبيعي ومثالي. كان من الاولى انها تاخد حقنه ساعتها اسمها الحقنه التفجيريه، اللي هي مفيده جدا جدا، مش بس ان البويضه بتخرج، لا ده مفيده ان بتخلي كفاءه البويضه اقوى. وعشان كده اطمنك ان حاله بنت حضرتك دلوقتي كويسه، بس لازم ما نطولش في المنشطات كتير عشان ما نخشش في قصه ضعف مخزون المبيض، مش بسبب ان المنشطات هي اللي بتضعف المخزون، لا ده حاجه خلقيه، معناته ان اساسا المبايض كميه البيضات اللي فيها اقل من الطبيعي شويه. معانا اتصال. مدام سحر. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام يا سحر. لو سمحت يا دكتور، انا عندي 25 سنة. تمام يا صح. وكنت وعملت الشهر اللي فات حقن مجهري ومحصلش حاجة يعني. الحمد لله. بس يا دكتور يعني انا لما عملته هو تحليلين اتنين اللي عملتهم، تحليل اي 2
ايوه التسهيل اللي هو الام ال اس الاي ام اتش. تمام. ده اللي انا عملتهم بس، ما طلبتش مني اي حاجه تانية الدكتوره. يعني كنت عامله تحليل من سنه وكان يعني كويس، فهل انا من يعني هم الدكاتره بيقولوا هو كويس يعني ممكن اقول لحضرتك؟ اتفضلي يا صاحبي. بس ده من سنه. اه سامعك سامعك. ال اف اس اتش 6.4. ايوه. وال ال اتش 2.5. ايوه. والبولاكتين ايوه 19.5. تمام. واللي هو البروجستين ده ايوه 8.6. تمام. التحليل بقى بتاع الدكتور اللي انا كنت عاملاه مع الحامل المجهري المحظوظ اللي فات كان اللي هو الايتو 62.6. والاي ام اتش؟ لا اللي هو بقى الاي ام اتش كنت عاملاه 1.3. تمام. بس انا ما عملتش في الحان المجاري التحاليل اللي هو الاي تو والاي ام اتش. تمام يا صح. ما عملتش التحاليل بقى اللي انا قلتها لحضرتك دي. خرجت كام بيضه صح؟ في كام بيضه خرجت؟ ايوه دكتور. كام بيضه خرجت؟ 5 بس، وانا عندي 25 سنه. وانت عندك 25 سنه. فدكاتره قالوا لي ان يعني نسبه قليله، البويضات قليله بالنسبه لسنك. وكم جنين رجعوا يا صح؟ هم حطوا الخمسه كلهم. يعني 5 بويضات وعملوا 5 اجنه؟ اه هي قالت للدكتوره كده، وبعد كده ما حصلش في نصيب. فانا حطت الخمس اجنه مره واحده؟ اه قالت لي في 2 تلفيل. اه تمام. فانا كنت عايزه اعرف اعمل ايه الخطوه اللي انا اقدر اعملها، وهل يعني الخمس البويضات اللي طلعوا دول ضمن نظام العلاج اللي الدكتوره ادتهولي مش سليم؟ تمام. وهل التبويض فعلا البويض قليله ممكن مش طيب سحر سؤال معلش دلوقتي العلاج اللي انت خدتيه ده كان في حقن تحت الجلد بتتاخد قبل الدوره ب 10 ايام؟ كان كله تقريبا كان تحت الجلد. تمام. حقن تحت الجلد بتاخد قبل الدوره كده باسبوع او 10 ايام؟ اه كان قبل الدورة أسبوع 10 أيام مش كده؟ 10 أيام بالظبط يا دكتور. 10 أيام. آخر حقنة كانت الدورة جت. تمام يا سحر حاضر. هرد عليك يا سحر. قبل ما نرد على مسالمة بس هنرد على سحر بسرعة. تحاليل الهرمونات لما يعدي عليها أكتر من 6 شهور لازم تتعاد تاني، ده مش بس عشان حقن المجهري، ده عموما في العموم. فعشان كده لازم كان سحر يتعمل لها تحليل هرمونات كاملة قبل ما تعمل الحقن المجهري. لو تحاليل اتعملت في خلال 6 شهور بنرضى بيها وما نكررهاش تاني، لكن سنه دي فتره طويله. نتوقع ان يكون الاف اس اتش عندي عالي شويه عند سحر، ولما احنا بقى استشاريين واساتذه الحقن المجهري لما نلاقي الاف اس اتش عالي شويه فبنلجا لبروتوكول علاجي مختلف تماما عن اللي مشيت عليه سحر. اللي حصل ان سحر ما عملتش تحليل هرمونات المطلوبه فما مشيتش اساسا على بروتوكول العلاج المظبوط، فطلعت 5 بويضات وعملوا 5 اجنه 2 تلفين. طبعا نتيجة غير مقبولة لواحدة زي سحر في سنها 25 سنة. فعشان كده احنا بنقول لابد من عمل تحاليل الهرمونات قبل الحقن المجهري، حتى لو اتعملت قبل او حتى لو اتعملت في فترة بس يكون عدى عليها اكتر من 6 شهور. الاف اس اتش والال اتش والبرولاكتين والتي اس اتش والاي تو، الخمس حاجات دول لازم تعملوا. الاي ام اتش احيانا بنعمله احيانا لا، بس مش كل الحالات بنعمله. يبقى لو كنا عملنا التحليل كنا وفرنا عليه، كنا وفرنا على سحر انها تاخد العلاج المظبوط وبالتالي تطلع عدد بيضات اكتر وبالتالي فرصتها في الحمل تبقى اعلى. دي اول حاجه. تاني حاجه اتوقع ان هما ما يكونوش عملوا لك منظار الرحمي، وده شيء مطلوب واحنا بنؤكد ونقول هنا لازم يتعمل المنظار الرحمي حتى ولو قبل اول مره حقن مجهري، لان لما يكون التحضيرات الحقن المجهري كويسه غالبا بتبقى اول مره يا اخر مره، لان اول مره هي اللي ان شاء الله لا يحصل فيها الحمل. لما تكون التحضيرات الكويسه اللي من ضمنها اجراء المنظار الرحمي، ولابد ان احنا نخش في المنظار الرحمي ده عشان نشوف المكان اللي نزرع فيه الاجنه مدى سلامته، صحيح سليم ولا مش سليم، في التصاقات في زوايد لحميه تتشال. مجرد ان انا اخش كده واعمل قطع بسيط جدا في البطانه بتاعه الرحم، خربشه كده بسيطه في البطانه بتاعه الرحم، ممكن جدا هذا القطع البسيط في البطانه بتاعه الرحم كده دي بترفع من نسب نجاح الحقن المجهري. وعشان كده لابد من اجراء المنظار. هتعملي تحليل هرمونات تاني يا سحر؟ قبل ما تعملي الحقن المجهري التاني لازم اكيد هتعملي منظار، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله يبقى في بروتوكول علاجي مناسب ليك تطلع عدد بيضات اكتر وجودتها احسن واجن احسن ويحصل حمل والحمل يكمل على خير ان شاء الله. معانا اتصال. السلام عليكم.
ام سلمى معانا. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام، معلش طولنا عليك ام سلمى. مفيش حاجه يا دكتور، لو سمحت يا دكتور انا هعمل اشعه بالصبغه يوم الخميس، فعايز اعرف هي بالبنج افضل ولا من غير بنج، وهل لو الانابيب لو فيها حاجه هل الاشعه بالصبغه هتحش عنها الحاجه يعني اللي فيها ديت، هل هي معالجه يعني، ويعني ايه تجمعات دمويه في الرحم يا دكتور؟ حاضر. لو سمحت يعني عايزه بس تجاوبني على الحاجات دي. حاضر، شكرا يا دكتور. تحت امرك. حكايه تعمليها ام سلمى تعملي الاشعه بالصبغه بنج او مش بنج، انت بتحدديها على حسب درجه احتمالك. بس قبل السؤال دوت احنا المفروض نتخير المركز الكويس اللي احنا هنعمل فيه الاشعه بالصبغه، مش نروح لاي مكان كده يكون فن الاشعه، مع احترام الفنيين الاشعه هم ليهم وظيفتهم ان هم يقعدوا على جهاز الاشعه ويظبطوه، لكن مش هم اللي يستخدموا الالات بتاعه امراض النساء ويدخلوا القسطره الحديديه جوه عنق الرحم ويحقنوا الصبغه. المفروض طبيب نساء هو اللي يعمل الحكايه ديت. فالمهم لازم مركز كويس يكون فيه طبيب متخصص في امراض النساء هو اللي يحقن الصبغه. محتاجه بنج او مش محتاجه ده حسب قدره احتمالك. لو انت بتخافي على نفسك يبقى خدي بنج، لو ما بتخافيش وعادي يعني ما فيش مشكله يبقى خلاص ما تاخديش بنج خلاص. لكن تاثير البنج على كفاءه الاشعه او لا، لا البنج ملوش اي تاثير على كفاءه الاشعه دي خالص نهائيا. ده اول حاجه. تاني حاجة مفيش لفظ اسمه تجمعات دموية في الرحم، مفيش حاجة اسمها لفظ اسمه كده، هو ممكن يكون في أكياس دموية في المبيض، لكن مفيش حاجة اسمها تجمعات دموية في الرحم، لكن ساعات احنا بنقول لفظ، ساعات احنا بنقول لفظ للبطانة المهاجرة اللي هي تجمعات دموية في الحوض أو أكياس دموية في الحوض أو بقع دموية في الحوض، دي اللي هي البطانة المهاجرة حوالين الرحم. كلمة بطانة مهاجرة يعني بطانة الرحم هاجرت بره الرحم، في بطانة موجودة جوه وفي بطانة كمان موجودة بره حوالين الرحم مسببة هذه البقع الدموية، لكن بقع دموية في الرحم جوه الرحم مفيش لفظ اسمه كده أصلا. لكن لو كانوا يقصدوا البطانة المهاجرة اللي هي بطانة الرحم الموجودة حوالين الرحم حوالين البيض وحوالين المبايض، يبقى احنا بنتكلم في مرض مشهور جدا اسمه البطانة المهاجرة أو اسمه كده بالإنجليزي الإندومتريوزس. معانا اتصال؟ معانا أسماء؟ ايوه دكتور. ايوه اسماء. ايوه انا بقالي سنة متجوزة. الف مبروك يا اسماء. انت لسه متجوزة؟ بقالي سنة ونص. بقالك سنة ونص سمعتها لسه متجوزة، طيب ماشي. لا وعملت يعني رحت كام شهر كده وقالوا لي التبويض ضعيف وعطوني منشطات، بس بعد كده عملت التحاليل اف اس اتش 8.8 تمام. كلال اتش 6.9 كم؟ 6.9 تمام. بس البرولاكتين 35.7 كم؟ 35.7 تمام. قالوا لي عادي ومش عارفه يعني هو ده بيأثر على التبويض ولا ايه؟ هي ده بتجيلي من كذا مرة كل شهر بتجيلي وجع جامد خالص. تمام. انا مش عارفه يعني مش عارفه ايه سبب ان التبويض ضعيف يعني. عملت اشعه بالصبغه يا اسماء؟ لا ما عملتش. جوزك حلل؟ حلل التحليل بتاعته كويس. التحليل بتاعه كويس. حاضر اسماء هرد عليك. طيب نرد على اسماء وكده نرد على ناخد مدام حنان. اسماء دلوقتي التحليل قلتيها الاف اس اتش والال اتش طبيعيين جدا، برولاكتين ده نسبته عاليه 35 عالي. انت بتسالي سؤال عجيب جدا والاجابه انت بتقوليها في كلامك. قالوا لي التبويض ضعيف وما اعرفش ليه، ما هرمون اللبن عالي، هرمون اللبن لما يكون عالي ده بيضعف التبويض. هرمون اللبن لما يكون عالي ده بيأثر على كفاءة البويضة، حتى لو حصل حمل ممكن يؤدي إلى حدوث إجهاض، وعشان كده لابد من أخذ علاج لتثبيط مستوى هرمون البرولاكتين. بمجرد إنك تاخدي علاج للدواء دوت، بمجرد إن شاء الله إنك تعملي أشعة بالصبغة، بإذن الله بإذن الله يا أسماء هيحصل حمل، لكن طول ما أنت كده ما بتاخديش علاج لهرمون اللبن وطول ما أنت مش عاملة أشعة بالصبغة فرصة الحمل هتبقى ضئيلة. معانا أم محمد؟ معانا حنان. اهلا يا حنان. الو السلام عليكم. عليكم السلام. يا دكتور بعد السلام عليكم. عليكم السلام يا حنان. هيفضل كده السلام عليكم كتير. كنت عامله حمل مجهري مرتين، المره الاولانيه خرجت 12 بويض. تمام. والمره الثانيه خرجت 5 بويضات، بس في المرتين البويضات كانت غير صالحه للتقطيع. المرتين البويضات غير صالحه للحقن. تمام. فعملت تحليل الـ AMH طلع 8.0. تمام. انا عايز اعرف دلوقتي هو بالنسبه للتحليل ده يعني النسبه دي هتعلى في علاج يعليها يعني النسبه ولا لا؟
طيب حنان، انت في المرتين خدتي علاج حقن تحت الجلد قبل الدوره باسبوع و10 ايام؟ خدتها حقن تحت الجلد باسبوع و10 ايام. خدتها. طيب خلاص يا حنان هرد عليك. حاضر. طبعا اللي بيحصل ده نتيجه عمل تحاليل هرمونيه المطلوبه قبل اي حقن مجهري. يا جماعه والله في تحاليل مهمه جدا بتتعمل قبل الحقن المجهري، ونوهنا ليها 7000 1000 1000 1000 مليون مره انها لازم تتعمل. ولسه قايلين في اتصال قبل كده ان هو ممكن نتقبل بتحليل عمل شهر او اثنين او ثلاثه او بالكثير ست شهور قبل الحقن المجهري. لكن واضح طبعا ان في ضعف في التبويض او ضعف في مخزون المبيض، لان تحليل ام اتش اللي عملته حنان طلع 8 من 10، يعني ما كملش واحد صحيح. ممكن ده يؤدي الى سوء نوعيه البويضات اللي خارجه من المبيض، ويزود درجه هذا السوء ان احنا نستخدمها بروتوكول علاجي غير مناسب. لما بيكون ضعف التبويض، لما يكون المخزون ضعيف في بروتوكول معين بنستخدمه، مش هو ده اللي عملوه مع حنان في المرتين، وعشان كده ده زود من عدد البويضات اللي غير صالحه. وعشان كده المفروض يا حنان ان في فتره هتمشي عليها 3 شهور هتمشي عليها على ادويه مخصوصه عشان خاطر ضعف المخزون دوت، لكن مش عشان تزوده في العدد او في الكميه، لكن تحسن كفاءته مش اكتر. هي مش هتزود المخزون، يعني مش مره هتعمل التحليل المخزون تلاقيه 2، هو دلوقتي 8 من 10، هيبقى بعد شويه هتلاقيه 2، لا، لكن احنا هنزود من كفاءه البويضات الموجوده ب 2 أو 3 ادويه كده عشان يحسنوا من كفاءه البويضات قبل اجراء الحقن المجهري اللي جاي ببروتوكول علاج مختلف تماما عن اللي انت عملتيه في المرتين. باذن الله ساعتها يا رب باذن الله نتوقع ان البويضات ساعتها هتكون باذن الله جزء كبير منها سليم. معانا اتصال. مدام هبه. الو السلام عليكم. عليكم السلام مدام هبه. ازيك يا دكتور؟ ازيك؟ عامل ايه؟ حضرتك مش فاكرني طبعا. لا تحت امرك، اموري. انا مدام هبه مرات الباشمهندس سيد. انا متصله بحضرتك عشان اشكرك على الهواء. ربنا يخليك. نعم؟ تحت امرك يا مدام هبه، تحت امرك. اقول لك بجد والله انك احسن دكتور في الدنيا بجد والله، وربنا يجازيك خير على اللي بتعمله معانا وكده ومع غيرنا. الله يخليك يا مدام هبه، ربنا يبارك فيك يا رب. حضرتك افتكرتني؟ طب اتكلمي شويه افتكرك كده. انا كنت جايه لحضرتك بسبب كان عندي ورم ليفي وتكيس على المبايض. تمام. وجهاز متكرر. تمام. حضرتك عملت لي عمليه الورم الليفي. تمام افتكرت. افتكرتني؟ معلش هي المكالمة متأخرة شوية، بس كان حصل ظروف بس وحشة، ف معلش أنا بجد والله كنت عايزة أتصل بحضرتك من بدري وأشكرك والله. الله يخليك. بجد والله أنا كل ما أبص في وش بنتي والله الحمد لله بشكر ربنا وأدعي لك والله. ألف 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 مبروك يا مدام هبة. ألف 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 مبروك. الله يبارك فيك، ربنا يخليك يا رب، ويجعل كل اللي بتعمله ده في ميزان حسناتك يا رب. ربنا يخليك. ربنا يخليك. الف شكرا. سميتيها ايه عشان نقول لك يا ام ايه بعد كده؟ ام منى. ما شاء الله. لا حضرتك شكلك مش فاكرني. لا اكيد. هبه افتكرت. ازيك يا هبه عامله ايه؟ الحمد لله يا تمام. ازاي سيد دلوقتي معاك عامل ايه؟ الحمد لله. ربنا لسه بيتكلم في بعد ما جبت في التليفون كتير؟ لسه بيتكلم في التليفون كتير يا هبه؟ لا الحمد لله ربنا هداه والله الحمد لله. طب هو بعد ما شاف منه خلاص ربنا هداه خلاص؟ الحمد لله ربنا يجازيك خير يا رب. الله يخليك. وبدعي لك والله يا دكتور وحياة ربنا على طول بدعي لك. ربنا يخليك يا رب والله، وكل بيدعي لحضرتك. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك. الف شكر اتصالك يا هبه. الف شكر اتصالك. هبه ربنا يكرمها، كان في عندها ورم ليفي كده بس من النوع اللي هو ينفع استئصاله بالمنظار، لان مش ليس كل الانواع الاورام اللي فيها ينفع استئصالها بالمنظار، عشان كل حد بيجي عنده ورم ليفي يقول لي طب هتعملها لي بالمنظار؟ لا، مش كل الحالات ينفع ان احنا نستئصلها بالمنظار. والحمد لله بعد ما استئصلنا هذا الورم الليفي بالمنظار ربنا كرم وحصل حمل وربنا يكملها على خير ان شاء الله. كان هذا الورم هو اللي بيسبب اجهاضات متكرره، فالحمد لله ربنا كرمها وحفظها على منا، وتيجي ان شاء الله عشان نجيب لها، عشان ربنا يسببنا ان احنا نجيب لها اخ او اخت المنة ان شاء الله باذن الله. دكتور ربنا يخليك، انا عندي ولد عمره 5 سنين وبقالي سنة ونص سايبة حبوب منع الحمل وما حصلش حمل، وعملت تحاليل هرمونات كلها كويسة جدا، وعملت اشعة بالصبغة من شهر طلعت كويسة قوي،
اعمل ايه بعدها؟ عندي 27 سنه اجرد ايمان. طيب دلوقتي ايمان طالما عملنا اشعه بالصبغه وطلعت كويسه وبتقولي خدتي حبوب منع الحمل وظبطت المفروض الهرمونات وما حصلش حمل، لو عدى على الاشعه بالصبغه 6 شهور فده اوان اجراء خطوه حاجه اسمها المنظار. المنظار بيكتشف حاجات ما كناش او ما بنعرفش نشخصها بالكشف العادي او بالكشف الموجات الصوتيه، فعشان كده محتاجه ان شاء الله انك نعمل هذا المنظار التشخيصي واللي هو هيبقى جراحي في نفس الوقت. لو لقينا التصاقات، لو لقينا بطانه مهاجره، لو لقينا حاجات كتير ممكن نلاقيها عن طريق المنظار نشخصها كمان اثناء الجراحه. طيب قبل ما نكمل رسائل ناخد مدام مروه. الو، اهلا بيك مدام مروه. ازيك يا دكتور هشام؟ اهلا بيك، ازيك يا الكل؟ ازاي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ الحمد لله. الله يخليك. بقول لحضرتك انا كنت عامله منظار من شهر 10. تمام. كان عندي انسداد في الانبوبه الشمال. تمام. يعني هي كانت منتفخه وفيها صديد فعملت لها ربط يعني وكده. جميل. فالوقت حضرتك انا يعني عاملاها من شهر 10 ما حصلش حمل. تمام. فالوقت انا الدوره المفروض ان هي كانت تجيني يوم 18. تمام. فهي الوقت بقى من يوم قعدت يومين وبعدين في افرازات بقى لها 7 ايام دلوقتي. تمام. وما حصلش، وما عملت اختبارين حمل وما ظهرش في حمل. تمام. فكنت عايز اعرف من حضرتك يعني ايه هي ايه الدم دوت؟ هو مالوش اي ريحه ولا اي حاجه، بس في الم في الثدي وكده من قبل الدوره بيوم او بيومين. هو المفروض ان هو بيجيلي اوقات بيحصل ايام التبويض من اليوم ال 12. تمام. فهو المره دي قبل الدوره بيوم او باثنين بالظبط. تمام. خدت منشطات الشريضه يا مدام مروه؟ لا انا ما باخدش اي حاجه، الدكتور قال لي حاولي تنزلي وزنك شويه. تمام. فانا نزلت 8 كيلو كده، فلسه يعني بتابع بعمل ازاي. تمام يا مدام مروه، تمام. بس فعايز اعرف من حضرتك بقى ايه يعني الدوره دي؟ هي مالهاش، هو الدم الافرازات ملوش اي ريحه خالص ولا اي حاجه. تمام، حاضر. افرازات بنيه كده مع الرقبه يعني ايه تخينه كده. تمام يا دمره. بس هي بقى لها 7 ايام كده فمش عارفه يعني بصراحه. طيب هرد عليكي، حاضر. باعتبار ان انت مدام مروه لسه عامله المنظار من شهر 10 فالمفروض او من المفترض ان هم مطمئنين على الرحم من الداخل ومن الخارج. منظار رحم ومنظار بطن. فعشان كده احنا بنستبعد وجود زوايد لحميه هي اللي تكون السبب في حدوث نقط الدم دلوقتي. السبب الارجح مدام مروه، ليه بقول السبب الارجح؟ لان انت محتاجه كشف بالموجات الصوتيه عشان نحدد. السبب الارجح ان ده اسمه نزيف وظيفي. نزيف وظيفي بيحصل في شهر كده ويختفي الشهر اللي بعديه. ده بيبقى ناتج لان البويضه بتاعت الشريضه ضعيفه. ولما تكون البويضه بتاعت الشريضه ضعيفه فممكن يكون قبل الدوره، ممكن يكون قبل الدوره نقط بنيه بتنزل. وعشان كده بنقول ما تقلقيش، الموضوع ده ان شاء الله يستقر لوحده الشهر اللي جاي. بس كان نصيحتنا ليكي طالما عملت المنظار يبقى نستفيد منه ان احنا نعلي من فرص الحمل، ان انت تاخدي علاج منشطات، لان لما تطلع اكتر من بويضه يبقى فرص الحمل بتبقى اعلى. وانت عامله المنظار في شهر 10، المفروض يعني ان احسن فتره لحدوث الحمل هي خلال 6 شهور بعد المنظار. فيا ريت طالما الهرمونات بتاعتك كويسه يا ريت ناخد من المنشط، وطالما تحليل الزوج كويس يبقى يا ريت ناخد من المنشطات شهر او 2 بحيث ان احنا نعلي من فرص الحمل. اما النقط اللي بتحكي عنها دي ما فيش فيها اي مشكله. الوجع بتاع الثدي اللي قبل الدوره ده وجع طبيعي، دليل على ان شاء الله التبويض كويس. اه طبعا الشهرده حصل يوم واحد بس، ده نتيجه ضعف التبويض زي ما بقول لك، وده السبب في الافرازات البنيه اللي قبل الدوره. معانا اتصال. مدام زينب معانا. انسه زينب يا دكتور باريس. انسه زينب تحت امرك. معلش هما الكنترول هما اللي غلطانين والله. ماشي. بعد اذن حضرتك انا كنت رحت للدكتوره. انت عندك كام سنه اول يا زينب؟ 42. تمام. كانت الدكتوره طلبت مني تحليل هرمونات هقولها لحضرتك. طب ايه كانت ايه شكوتك اصلا يا زينب؟ عدم انتظام الدوره. متاخر؟ اه. تمام. ممكن تقعد 35 يوم 40 يوم. 40 يوم تمام. اتفضلي يا زينب. حاضر يا دكتور. اف اس اتش 13 علامة 88. تمام. ال اتش 5 علامة 33. التحليل اللبن 11 علامة 60. تمام. كتبت لي حضرتك سيدوفاز. نعم. كتبت لي العلاج اللي بقول لحضرتك، العلاج اللي كتبته لي بناء على الهرمونات، تحليل الهرمونات. سيدوفاز؟
كتبت لي سيدوباز دكتوره وسيدوباجون دكتوره راس اللي هي تنظيم الدوره راس دي دكتوره يا مدام دكتوره يا نسه زينب والله يا دكتور ما انا بتصل بحضرتك علشان انا عارفه حضرتك فهتقولي هتفيدني تمام فهل ده فعلا ده علاج ولا ايه ده العلاج السليم للتحاليل اللي حضرتك اللي قلتها لحضرتك ولا لا حاضر يا زينب بعد اذن حضرتك تحت امرك تحت امرك يا زينب يا طبعا زينب عشان انسه فهي خجلانه تروح لطبيب يكون استشاري في موضوع مش هقول بقى تاخر انجاب موضوع ديناميكيه التبويض والهرمونات فراحت للست الدكتوره الست الدكتوره عملت لها التحاليل فلقت الاف اس اتش 13.8 وال ال اتش 5.33% فادتها سيدوفاش والله والله يا جماعه السادة المشاهدين العظماء اللي هم متابعينا ومتابعينا من زمان هيقدروا يتعاملوا مع هذه التحاليل ويتعاملوا مع زينب أحسن من اللي عملته مع الدكتورة الدكتورة ادتها سيدوفاج وادتها اللي هو الدواء العجلة دواء نص أبيض نص بني عشان ينظم لها الدورة احنا قلنا الدواء ده مفيد لكن مش في كل الاحوال مفيد احوال معينه بتحتاجه الراس البيضاء ساعات بنحتاجها حتى في الحقن المجهري لكن الدواء ده ككل والشريط ده ككل لو انا اديته لواحده عندها 9 سنين هيجي لها دوره لو انا اديته لواحده عندها 70 سنه هيجي لها دوره انا كده عالجتها انا ما عالجتهاش انا كده بجيب لها دوره صناعي زينب انت عندك الاف اس اتش 13.8 ده عالي وانت عندك 42 سنه واضح ان المخزون بتاع المبيض ابتدى يقل اذا ما كانش قل فعلا وهذا الضعف في مخزون المبيض هو اللي بيؤدي الى تاخر الدوره فعشان كده المفروض هنعمل تحليل يا زينب اسمه تحليل مخزون المبيض اسمه AMH تعمليه والنتيجه بتطلع بعد يومين ثلاثه تكلمينا الحلقه اللي جايه تقولي لنا اخباره ايه اما كل الادويه اللي كتبتها لك الدكتوره يا ريت ترميها في اقرب صفيحه زباله معانا اتصال السلام عليكم. عليكم السلام. أنا مدام أمل من المنيا يا دكتور. أهلا بيك مدام أمل من المنيا. أنا متجوزة جري 6 سنين. أيوة. وخلفت طفل يا دكتور ومات بعد ما ولدت بشهر ومن ساعتها ما حصلش حمل. عندي تكيس الـ اف اس اتش 5.7 الـ ال اتش 10.8 عملت منظار يا دكتور من سنة وقالوا لي عندك هجرة بضمة الرحم مع التكيس ضغط على الحوض يا دكتور وعملنا لي ألم والدكتور عطاني حبنة اللي هي خشبة تحت الجلد تمام ومساعتها ما فيش حمل ولا في أي حاجة أنا ماشية على سوفيج ولاكتادول ومفيش لسه وقت شمع الحمل لمدة شهرين وسبته فيا حل ايه حل هجرة بطنة الرحم يا دكتور انت عاملة المنظار يا امل من امتى؟ من سنة من سنة انت ماشية حاليا على الحبوب منع الحمل؟ انا ستة والدورة جاية غزيرة زي النزيف تمام يا امل والاف اس اتش كده حلو ولا عالي؟ تمام يا امل حاضر ارد عليك في اقتران ما بين تكيس المبايض والبطانة المهاجرة قبل ما ناخد بس مدام أمل تانية هنرد على الأمل الأولانية نقول تاني في اقتران ما بين تكيس المبايض والبطانة المهاجرة أحيانا كتير بنلاقي بالمنظار تكيس مبايض وبطانة مهاجرة عشان كده لازم نتعامل مع ده ولازم نتعامل مع ده وكل واحد منهم له تعامل وعلاج مختلف عشان كده أمل أنت عملت المنظار والمفروض أن احنا نستفيد بالمنظار وأنت خدت علاج مناسب جدا وكويس قوي قوي والحقن اللي خدتيها بعد المنظار دي حقن كويسة جدا جدا وإحنا بنشجع عليها طيب دلوقتي انت عندك تكيس وفي خلل هرموني واضح فعشان كده انت بتاخدي حبوب منع الحمل برضه بأحيي هذه الخطوه لكن بعد كده ايه؟ بعد كده بعد ما نظبط الهرمونات هنعمل ايه؟ القاعده الطبيه تقول ان احنا لو عملنا المنظار وعدى عليه 6 شهور على الاقل لو عدى 6 شهور على الاقل بعد اداء المنظار وما حصلش حمل يبقى ده جه اوان لوسائل الاخصاب المساعد يعني احنا بنتكلم يا اما في تلقيح صناعي او اطفال انابيب والحقن المجهري واقواهم طبعا هو الحقن المجهري. طيب فعشان كده يا امل انت محتاجين ان احنا نظبط الهرمونات وتمشي على حبوب منع الحمل لحد الهرمونات دي ما تستقر ان شاء الله وتتظبط وساعتها هنبتدي علاج الحقن المجهري بس لازم قبل هذا الحقن نكون عملنا خطوه المنظار الرحمي يا ريت في الفتره ديت بتاخدي ادويه
ترفع من كفاءة البويضات، هتساعد جدا إن شاء الله في نجاح هذا الحقن المجهري. معنا اتصال. مدام أمل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا دكتور، أنا كنت كلمت حضرتك من شوية. لا تحت أمرك يا مدام أمل. حضرتك يا دكتور، أنا الحقنة التجارية دي أوقفها ما خدهاش. يا ماما ما تاخديهاش. جرعة إيه إدالها؟ آخد إيه إدالها؟ ما تاخديهاش، في لبوس يا ماما آخره كلمة جيست. آخرها إيه؟ جيست، آخر كده، آخر كلمة في اللبوس اسمها جيست. 400 هتاخديها مرتين في اليوم. مرتين في اليوم. ده طيب. بديل عن الحقنه ديت، ده اول حاجه. تاني حاجه، في حقنه زيتيه كده برضو نفس الاسم، يعني نفس اللبوس هي نفس الحقنه. ممكن تاخديها كل يوم، ممكن تاخديها يوم يوم لا، بس دي عشان مثبت اقوى من اللي انت بتاخديه دوت. بس هو حضرتك كمان الكليكسان هو الدهوني اللي على قد الوزن، قال لي وزنك الكليكسان 20 ولا يمشي معاه. انت وزنك تخين ولا رفيع يعني؟ لا انا 68. 68. لا طب والنسبه قد ايه؟ نسبه الاكسان المضاد عارفاها؟ لا مش عارفاها، هي كانت 9، كانت 9 وشويه، وبعدين خدت لها العلاج بقت 4 وشويه. تمام. لا لازم نمشي على جرعه اكبر يا مدام امل. لا لازم نمشي، عشان انت بسقطت 3 مرات قبل كده، فلازم نمشي على جرعه اكبر. اخر اتصال مدام مروه. مدام مروه، مدام مروه معانا؟ ايوه اتفضلي يا مروه. ايوه لو سمحتي يا دكتور، انا متجوزه من سنه ونص، وبعد الجواز بخمس شهور استعجلت ورحت رحت للدكتوره وطلبت مني تحاليل بروجسترون والبروتاكتين، طلع البروجسترون 11 والبروتاكتين 29. تمام. رحت للدكتور تاني طلب مني نفس التحليلين دول، طلع البروجسترون كان 4.4 والبرولاكتين كان برضو عالي. المهم اداني كروميد واداني استونيكس، وبعد ما اخدت الحقنه التفجيريه، من ساعه ما باخد الحقنه التفجيريه وانا بطني بتوجعني لحد ما الدوره اللي بعديها تنزل. واداني الكروميد ده 3 شهور. الشهر الثالث كان مديني 3 حبيات، طلعت لي اكياس كبيره طبعا، وتعبتني جامد. تمام. المهم رحت للدكتور تاني، الدكتور دوت قال لي في اكياس واكياس كبيره، وما ادانيش علاج، ما ادانيش علاج خالص. المهم قال لي شهرين وانتبع الاكياس. بعد شهرين رحت له قال لي الاكياس كلها الحمد لله راحت، وبقى كيس حجمه 5.5. قال لي نستنى شهرين. تنيت، قال لي الكيس دوت كيس دموي وحجمه اقل بقى سنتي، وقال لي برضه هنستنى عليه شويه. في كل الفتره دي الدكتور ما ادانيش اي علاج خالص، بس الحاجه الوحيده اللي طلبها مني طلب البروجستيرون، وكان طالع 16. فقال لي طويل كويس، والكيس ايه هنستنى عليه ونشوف هيحصل ايه فيه. استنى عليه، وبعد كده الكيس قل خالص، وبقى نقطه صغيره خالص. المهم اللي انا في الفتره دي يا دكتور، انا كانت الدوره بتجيلي بوجع جامد جدا قبليها ووقتها، وبتستمر الوجع بعديها. المهم ان الدكتور قال لي ان ديت بطانه مهاجره، وقال لي ان هي من درجه بسيطه. وانا يا دكتور كنت قبل ما اتجوز كانت الدوره بتجيلي طبيعيه جدا، يعني وجع بسيط قبلها بيومين، وجع اول يومين، بعد كده ما كنتش بحس باي حاجه يعني. فقال لي التنشيط، يعني من ساعه انا ما اخدت التنشيط وانا حاسه بالتعب دوت، والى الان بقى يعني التنشيط اخدته من سادس شهر بعد الجواز لحد النهارده، هو عدى سنه لحد النهارده وجع ظهري، وجع جنبي، ووجع ومغص جامد بيبقى تقريبا في خلال الشهر. تمام. المهم الدكتور كان طلب مني اشعه بالصبغه بعد ما رحت له كده بخمس شهور لما الكيس راح واتبقى مكانه نقطه بسيطه، وقال لي ان الاشعه بالصبغه سليمه، وقال لي احنا كده نستنى 6 شهور، وبعد 6 شهور ممكن نعمل تلقيح صناعي. تمام. وما طلبش مني يا دكتور تحليلات هرمونات خالص. تمام. بس انا من خلال متابعتي للبرنامج عملت تحليلات. حلو. تمام. فطلع الاف اس اتش 5.9، وطلع ال ال اتش 10، والتي اس اتش طلع 1.53، والاي 2 طلع 54.5. طب بقول لك يا مروه، انت ايه رايك في التحليلات دي؟ نعم. ايه رايك في التحليلات دي؟ انا من خلال متابعتي للبرنامج عرفت ان انا عندي تكيس. ايه؟ من خلال متابعه البرنامج عرفت ان انا عندي تكيسات. برافو عليك يا مروه. بص، الكنترول عمال يصوت لي في وداني دلوقتي، يقول دلوقتي الحلقه خلص. انا ان شاء الله باذن الله
انا اول اتصال هرد عليه المره الجايه هو اتصالي كمروه، بس انا حبيت اسمع اجابتك عشان اوريك ان انت متابعتك للبرنامج بقى مستواكي احسن من الدكاتره اللي انت بتروحي لهم، احسن من الدكاتره اللي انت بتروحي لهم. ان شاء الله باذن الله هرد عليك الحلقه اللي جايه، وفي رسائل كتير باذن الله هنرد عليها الحلقه اللي جايه. انا اسف ان احنا ما لحقناش نرد عليها، رسائل جات لنا الحلقه دي والحلقه اللي فاتت. باذن الله اتصال مروه هحطه مع الرسائل عشان خاطر هرد عليكي باذن الله مروه الحلقه اللي جايه. الأوقات الجميلة دايما بتخلص بسرعة، زي قبل ساعة من دلوقتي هقابلكم في إحدى حلقات برنامجكم فرحة عمرنا يوم الاثنين اللي جاي الساعة 10:30 مساء، واللي ملحقناش يتابعنا في الإعادة يوم الأربع الساعة 2 الظهر في إحدى حلقات برنامجكم فرحة عمرنا، فرحة كل أب وأم وجد وجدة، فرحة كل أب يشوف ابنه وأمه تحضن بنتها، فرحة كل جد وجدة شقاوة أحفادهم زي العسل على قلبه وقلبها. تعالوا كلنا نحقق حلمنا، لأنه بمشيئة الله، بمشيئة الله فوق كل شيء هنشوف فرحة عمرنا. آخر حاجة، آخر حاجة، تحياتي دكتور هشام الشاعر. دكتور هشام الشاعر، أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم، كلية الطب جامعة القاهرة، استشاري أطفال الأنابيب وجراحة المناظير، عضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والعقم. 50 تقاطع شارع وادي النيل مع جزيرة العرب من ميدان مصطفى محمود جامعة الدول العربية المهندسين. تليفون We'll be right back.